عن الزيارة سنتحدث أكثر مع مستشار رئيس الوزراء الدكتور حسين علاوي. مرحبا بك دكتور حسين. يعني ما أهمية استمرار التعاون مع حلف الناتو في توقيت سياسي متوتر يصل مجددا إلى المطالبة بإخراج القوات الأمريكية؟ تفضل. أكيد حلف الناتو هو بعثة غير قتالية وهو يعمل مع الحكومة العراقية منذ سنوات، والآن حكومة السيد الكاظمي تعمل مع حلف الناتو على برامج محددة خاصة بالتدريب وليس العمليات، وسيكون هنالك تطوير كذلك للقدرات الإدارية والفنية الخاصة بالأجهزة العسكرية إن كانت في وزارة الدفاع أو كذلك الحشد الشعبي أو كذلك وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات الأمنية الأخرى، وكذلك بالمقابل سيعمل على تطوير كذلك قضية التعليم العسكري في الأكاديميات العسكرية إن كان الكلية العسكرية أو كذلك جامعة الدفاع الوطني وغيرها كذلك من الكليات المرتبطة بهذه الجامعة العريقة، وكذلك بالمقابل العراق هو الجار الجنوبي إلى دول حلف الناتو، وبالتالي هنالك أهمية كبيرة في عملية التنسيق ما بين العراق وكذلك دول حلف الناتو، والسيد الكاظمي كان واضح جدا بالحديث عن المنجز الكبير في دحر التنظيم الإرهابي داعش، وكذلك العراق كان المتصدي الأول لهذا التنظيم الإرهابي والذي انتصرنا عليه وكسرنا مراكز الثقل العسكرية الخاصة به، وأصبح تنظيم متواضع لا يستطيع القيام بهجمات طويلة الأمد، لا يستطيع كذلك بالمقابل القيام بالتأثير على المدن الحضرية، وهذا بالتالي هو إنجاز كبير كان للقوات المسلحة العراقية، وبالتالي السيد الكاظمي يريد أن يستديم العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة وكذلك دول حلف الناتو، وكذلك بالمقابل مما يخدم المؤسسة العسكرية وينظمها ويعني يعمل على تطويرها ما بعد الحرب، وبالتالي هذه هي الرؤية التي هي ضمن المنهاج الوزاري الذي تكلم به السيد الكاظمي في قبة البرلمان في بداية تشكيل الحكومة العراقية، وهو يعمل على تطوير القطاع العسكري والأمني والاستخبار. دكتور، ما الذي يقصده الكاظمي بسعي الحكومة لتقديم ورقة إصلاح اقتصادية؟ يعني هل هذا مشروع جديد يختلف عن الورقة البيضاء؟ لا، أكيد هي الورقة البيضاء تكلم بها السيد الكاظمي في مقر الاتحاد الأوروبي ومقر المفوضية الأوروبية، وكذلك بالمقابل تكلم مع جميع الشركاء ليطلعهم على هذه الورقة المهمة، لأن هذه الورقة فيها حزمة من المشاريع الكبيرة الخاصة بتطوير المؤسسات الاقتصادية العراقية وكذلك البيئة الاستثمارية، وكذلك بالمقابل تحسين مؤشرات جذب الاستثمار، وكذلك بالمقابل تطوير قطاعات الاقتصاد المحلي إن كان في النقل، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، وهذه هي أعمدة الاقتصاد الحقيقي هنا في العراق الذي يذهب إليه السيد الكاظمي من أجل تطويره، وبالتالي هو أطلعهم على الورقة البيضاء وعلى أبعاد المشاريع الخاصة بالحزم الإصلاحية الخاصة بالورقة البيضاء، وبالمقابل كانت هنالك إشادة ممتازة جدا من قبل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول حلف الناتو بهذه الخطة الكبيرة والطموحة والتي هي تخدم الشعب العراقي وتطور كذلك قدرات الدولة العراقية في المجال الاقتصادي. نعم حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء، شكرا جزيلا لك.